كاش معاك؟ اش غتبكي؟ اش غتبكاش معاك؟ مالك اش معاك؟ اش معاك؟ اش غتبكي؟ السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى كالعاده اللي تلقاكم في احسن الظروف والاحوال وتكونوا بصحه جيده يا ربي الحبيب. شكرا على التعليق الزوينه ديالكم، شكرا على كل شيء، الدعوات ديالكم والله يخطيكم علينا يا احلى عائله. يلا عمرا نقول عمرا نقول عمرا نقول قول سلام. شوف وليدي وليدي حشومه وليدي انا شو هز راسك ها هز عمرا حش راسك يا عمد عمرا خايف على زينك قول خايف على زينه صالح معكم البنات عويناتكم اللي زوينين تتقولوا دائما عمران زوين بنيتاتك زوينين راه عويناتكم اللي زوينين هكا الله يخطيكم. دابا راه العشيه راه ديت وصلت وليداتي لهذا الصوت ديالهم وجيت عرفتي هاد الشوعات كيجيو عندها الناس هكا دابا خرجوا الجيران ديالنا كيجيو عندها الناس هكا كنوجدوا لهم العشيه ديالهم اللي كيبغيو يطلعوا عليها الله يكثر خيرهم وما يجي عندك غير اللي بغاك البنات هادشي اللي كاين. ومع النيت البنيته اللي غادي تجي تصوب ليها هذا صرا ترويض شوف انا نقول الدغيمه السيده اللي غادي تصوب ليها الترويض البنات غادي تجي هي دابا شي شويه داك انا مسكينه ديت لها سعال ملي شافت هكاك الناس جاو الدار كيعيطوا ليا سنا حنا في الباب هذا وانا مزروبه قلت لي صافي سميره انت غادي تجيب عليا ما غادي نجي عندها حتى للدار غنتسنى غادي عندها ان شاء الله ودي لها الترويض والله والناس اللي دايزين في هذه الحاله راهم عارفين راه ضروري الترويض من بعد عمران قص حبيبي وقص ناقص شويه الله اه شحال ناقص شويه بزاف غير نقص زيد نقص شويه زيد نقص زيد 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 ناقص يا ماما البنات غنبارطاجي معكم هنايا واحد الهديه كنصيفطها لواحد السيده سعاد. هاد الهديه البنات راه كانت جات لسعاد في يوم العيد وكنت مشيت انا وياها جبناها من الكار ديال الغزاله هانتوما البنات هنايا من الكار ديال الغزاله هنايا كان جا سيمات ديال العيد وهذا ولكن مكتبش إلى السيدة سعيدة. المهم سعاد راه في الحالة المدنية سميتها سعيدة ولكن حنا كنعيطو لها سعاد. هانتوما البنات هانتوما نتلا معاكم هانتوما البنات خرجت معاكم هاد الهدية كنصيفطها سلا واحد السيدة سميتها وداد في مدينة مراكش في خياطة. من بعد البنات غنخليكم الرقم ديالها وداكشي كامل هاد السعاد إن شاء الله صيفطات لي هنايا البنات شربيل شوفو شربيل كي داير شربيل داكشي ديال تقليدي داك الطرز الفاسي القديم كيما كتشوفو البنات ومصوب زوين هانتوما حشاكم حتى هادي البلغة غنزيدوش عليا البنات غنزيدوش عليا شوف غنعطيكم شهر رفيع عني القدم حشر هانتوما البنات حتى داك النعالة ديالو التحتانية زوينة صافي شتيها مصوب خدمة زوينة خدمة زوينة ديال القلب هانتوما البنات هذا شريبي فنيوين وهنايا البنات غنبارطاجي معاكم شي كاين هانتوما اللون الموف شنو شنو عمران هانتوما البنات هنايا هادي جلابة هانتوما البنات شوفو جلابة تبارك الله مطروزة بالسم مطروزة بالسم صارا ماشي بالحليب هانتوما والعقيدات غير نص طوق وتا اليديدات ديالها صارا شوفي اليديدات طروزين دايرين طروزين وطرزة حلوة فيهم ماشي مجلطين فنة وشوف السم اللي فيها هنايا سم حر غزالة ما كتبش السعاد مسكينة تلبسها ولكن ان شاء الله دابا طلبت صحيحتها وتلبسها ان شاء الله وتلبس وتعاود هانتوما البنات انا من عشاق اللون الموف مغمو مغنوق وقياس ديال السعاد شكرا وداد الله يخطيك الله يكبر فيك شكرا لك على الهدية الله يجازيك بالخير دابا ان شاء الله تنوض على رجيلاتها وتلبسها وتبارطاجيها معكم وهي لابسها ان شاء الله يا ربي هانتوما جلابة فنة وغزالة وحتى اللون ديالها واعر والثوب ديالها زوين وخفيف ديال هاد الوكاسة ديال الصيف ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي هادي الهدية الأولى للناس خلاص صرا شوفي شوفي الشربيت هانتي جاي معايا الشربيت اونسومبل كاملة جاي مع الطريزة ديالها هنايا شوفي ديال الصدر جاي فن معاه والله غزال فتحها خصها غير شي شال يجي معاها تا الدوغي
هانتوما البنات، هادي هي الأولى، الثانية، وهنايا البنات، هانتوما هذا، نشوف، هانتوما البنات، هاي 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 هاي، لون زرق فاتح، هانتوما البنات، هاد